الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن ذكر الله مظنة ضيق العيش ونكد العيش. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري. وذكر الله سبحانه وتعالى ليس فقط قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، ذكر الله كل ذكر الله. تقرأ القرآن هو ذكر الله سبحانه وتعالى، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. تصلي، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. تصوم، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن ابتلاء الإنسان إذا أعرض عن ذكره؟ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني ضيقة، ضايق الإنسان. ولهذا تجد سبحان الله العظيم المسلم تارك الصلاة، تارك ذكر الله، البعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تجد على وجهه قترة، تجده متضايق دائما، تجده دائما يشكو من الضيق ومن الضنك ومن النكد، ودائما عليه أثر الحزن، وتستولي عليه الأمراض النفسية والبدنية ونحو ذلك. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. هذا سبب يعني الهم والحزن والضيق والنكد الذي يصيب الإنسان، هو بسبب إعراضه عن ذكر الله.